يا ترى كلمة graduate معناها ايه؟ طبعا graduate شكل ما احنا عارفين تمشي بمعنى يتخرج وتمشي بمعنى خريج، تاني تمشي كفعل بمعنى تخرج وتمشي كاسم بمعنى خريج. يا ترى graduate امتى تاخد from وامتى تاخد of وامتى تاخد with وامتى تاخد in وامتى تاخد as، حروف الجر اللي احنا شايفينها قدامنا. طبعا حبايبي المثال الاولاني بيقول لي he graduated a Cairo university. طبعا لو بصيت هنا على كلمة graduated هلاقيها انها فعل، وطالما فعل حبايبي وبقول بتخرج منين فهنا لازم اجيب حرف الجر from، فيبقى he graduated from Cairo university. اما المثال التاني بيقول لي he is a graduate. a graduate هنا اسم ونفس المثال بالظبط Cairo university. قال لي برضو حبايبي طالما هي a graduate يعني جايه اسم فتاخد حبايبي حرف الجر of، فاقول he is a graduate of Cairo university. اما حبايبي في المثال التالت فهقول he graduated with a degree. طبعا لما اجيب كلمه شهاده فلازم اجيب with، فاقول with a degree. طب اجيب بقى الماده اللي انا اتخصصت فيها فاقول with a degree in، with a degree in. So he graduated with a degree in math. He graduated with a degree in math. طب لو انا بقى هقول انا اتخرجت كايه يعني هجيب الوظيفه بتاعتي، قال لي هنا بقى حبايبي هجيب as، فاقول he graduated as a teacher. He graduated as a teacher in 2019. Thank you very much for watching.